السؤال تاعك يقول ما هي جنسية الروائي العالمي غابرييل غارسيا ماركيز؟ ما هي جنسية الروائي العالمي غابرييل ماركيز؟ الأولى كولومبية، الثانية أرجنتينية، ولا الثالثة برازيلية؟ غابرييل ماركيز هو اللي كتب الرواية تاع حب في زمن الكوليرا. تعرفيه الروائي؟ أكيد أكيد، روائي عالمي. بارك الله فيك، روائي عالمي غابرييل ماركيز. كاش ما يعرفوش؟ بصح لا نختلف أنه من أمريكا الجنوبية، ما نختلفوش، وزدنا بسطناها لك. أوفيسيال هو كولومبو أرجنتين بريزيليا. يا كولومبيان يا أرجنتين يا بريزيلي، يا كولومبي يا أرجنتيني يا برازيلي. قبل ما تجبدي انت الجواب تاعك وين رايح؟ ارجنتين. ارجنتين تشوفي بلي ارجنتيني انت؟ ها علاش ارجنتيني؟ ممكن ارجنتيني. جواب رقم 2 قادر يكون هو الجواب الصحيح. ارجنتيني حبيتي تقولي ما راهو كولومبي، ما راهو برازيلي. برازيلي صح. وش راح تقصي الآن؟ نقصي 1 و3. 1 و3. حطي يدك على 1. مازال راح تقصي رقم 1. اقصي رقم 1. دوكا ما على باليش، راني كيما انتي ما على باليش شكون طاح. هي الاكيد ربما كاين اللي طاح. عندك احتمالين دوك، ارجنتينيه برازيليه. ارجنتينيه. ها ارجنتينيه تقولي باللي نقصي الرقم 3. ارجنتينيه واش تقصي رقم 3؟ راكي متأكدة؟ بإذن الله. حطي يدك على رقم 3، راكي سير. حبيبنا هذا اللي كتب الحب في زمن الكوليرا أرجنتيني. بإذن الله. باسكو لو ما تكونش أرجنتيني راح نولي أنا روائي ونكتب لك الحب في زمن الكورونا. راني نقول لك رانا نلعبوا على 80 مليون سنتيم. كاين اللي راهم يشوفوا فينا ماذا بيا هما يربحوا معاك 40 مليون سنتيم. رقم 3 متأكدة بكل ما لديك؟ مانيش متأكدة من الجواب، مانيش متأكدة. كيما كيش متأكدة، علاش راكي حابة رقم 3؟ لازم نختار. لازم تختاري؟ لازم نختار. رقم 3؟ حطي يدك على رقم 3، اقصي رقم 3. أنا الطيحة هادية حسيت بلا طيحة كبيرة. حسيت باللي كاين واحد طاح. أكيد أكيد. أنا نتمنى. حسيتي؟ أكيد. مادام قلت اقتراحات قصيت اقتراحي. ارتباك كبير. أنا نتمنى حاجة برك، أن واحد من الفريق تاعك يبقى باش على الأقل نقول لك قسموا 40 مليون، على الأقل باش نلعبوا على 40 مليون. يرفع الستار، ريحي كيما راكي. قلتي لي جنسيته كيفاش؟ أرجنتينية. قلتي لي أرجنتينية. دوري موراك فاطمة. أي 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 أي. إقصاء من نصف النهائي، حتى الاقتراح اللي خليتيه وخطأ. عطولي تصفيق على فاطمة. أي 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 أي.